عاما وتستمر النكبة. 13 مليون فلسطيني يعيشون في العالم ظروفا معيشية متفاوتة بين غزة ورام الله والداخل، وبين من اتخذوا من اللجوء طوق نجاة في دول الجوار أو من أقاموا في الغرب. كل هؤلاء تجمعهم هوية واحدة، إلا أن اليوم وبعد 71 عاما نسأل، هل تتباين مطالبهم أم يكفيهم رفض الاحتلال مطلبا جامعا لهم؟ نخصص حلقتنا لليوم لإحياء ذكرى النكبة بكل ما حملته من تغيرات اجتماعية وفنية وثقافية، لنقترب أكثر من الحياة اليومية للمواطن. وندعوكم مشاهدين لمشاركتنا الحوار على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي شباك التراث نطلع على عادات شهر رمضان مع مدفع غزة للإفطار، ونعبر إلى القدس مع مهرجان سوار الفني الأول في شباك الفنون. وستكون لنا وقفة مع الاقتصاد في نهاية حلقتنا مع زميل محمد المشد. حلقة جديدة من شبابيك، فتابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم التي تأتينا من غزة، حيث عم الإضراب الشامل جميع مدن ومحافظات القطاع تزامنا مع مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية إحياء للذكرى 71 للنكبة الفلسطينية. وفي شباك التراث، عفوا في خطأ في الأوتو كيو. إذن فيديو اليوم يأتينا من ركام أحد المباني التي دمرتها الغارات الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير ضد قطاع غزة، حيث وقف عدد من الفنانين الفلسطينيين يصدحون بالأغاني في تحد لمسابقة يوروفيجن التي تستضيفها إسرائيل بمشاركة المئات من فناني القارة الأوروبية وعدد من ضيوف الشرف. الحفل الموسيقي في غزة بادرت إليه مجموعة جسور للتواصل الدولي تحت شعار رسالة غزة على أنقاض البناية المدمرة. في مثل هذا اليوم من عام 1948 اكتمل مسلسل التهجير الذي قامت به العصابات الصهيونية، والذي شمل تطهيرا عرقيا لأكثر من 500 بلدة وقرية في فلسطين في نكبة يحيي الشعب الفلسطيني اليوم ذكراها 71. يحيي الفلسطينيون اليوم ذكرى نكبتهم 71، واليوم نخصص موضوعنا الرئيسي للحديث عن التغييرات الاجتماعية التي طرأت على المواطن الفلسطيني بعد 71 عاما، وكيف فاقمت الأوضاع السياسية من شتات الشعب الفلسطيني اجتماعيا. نبدأ من غزة، فمع استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار التي مر على انطلاقها عام واحد، يتطلع سكان القطاع أن تفضي هذه المسيرات طبعا بحراكها السياسي والميداني إلى إبقاء قضية العودة حاضرة من جانب، وتحسين ظروف حياتهم المعيشية من جانب آخر. أما في رام الله فالوضع مختلف بعض الشيء في مخيم الأمعري، حيث يعقد اللاجئون هناك آمالا بالعودة إلى الديار التي هجروا منها رغم كل المنعطفات التي مرت بها القضية الفلسطينية بفعل الإدارة الأمريكية وعلى رأسها تصفية قضية اللاجئين. نتابع ومن ثم نبدأ النقاش. ترك أبو رشاد ومن معه من الفلسطينيين بيوتهم وأعمالهم وجاءوا إلى هذا المكان قبالة مقر الأمم المتحدة للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة كأداة لمواجهة المحتل. حتى لو ما تولدنا فيها هي في الذاكرة، هي فلسطين. ولد هذا الرجل بعد عام واحد من احتلال فلسطين، عاش طفولته مشردا ولاجئا، لم يكن وقتئذ يدرك ما يدور حوله، لكنه اليوم هنا لينقل لجيل بعده ألم التشرد وأمل العودة. احنا في القلب ساكن فلسطين، وما يسكن القلب لا ينسى يا ولدي.
كيف ننسى وطننا وأولادنا وأبونا وجدي وأمي وأبوي كلهم هناك في فلسطين في يافا وحيفا والسبع. كل القضايا الاستثنائية كل ما حدث لنا ها يقف واحد اللي هو يقف واحد واللي هو حق العودة. على إنقاذ مبنى مدمر اختارت أم حسن أن تأخذ قسطا من الراحة بعد مشاركتها في فعاليات إحياء ذكرى النكبة 71، نكبات متتالية تقول السيدة إنها عاشتها في سن عمرها 60. داري قبل هيك في الحرب الأولى انهدت في 10/1/2009 وصبح الأحد ولليوم ما بنساها الدار عشان النكبة اللي الله ينكبهم اليهود اللي أخذوا بلادنا نتحصر عليها وبننساهاش إحنا. وأنا صوبت قبل هيك قبل 3 أسابيع صوبت كمان على السلك الصوبت وصار 4 مصوبين عندي. أغرق الاحتلال بقسوته والانقسام الفلسطيني بويلاته حياة اللاجئ بسيل من هموم الحياة اليومية، لكن عند حق العودة يتجمع اللاجئون يعضون على الجراح بغية الوصول إلى يوم يعودون فيه إلى أرضهم. باسل خلف، العربي، قطاع غزة. قصة الحاج أبو رشاد تتماثل وقصص ملايين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد وفي الشتات. هنا في مخيم الأمعري تتشابه الأمنيات، أما الأمل بالعودة إلى الأرض التي شردوا منها فباقية. في المخيم قصص محفورة في ذاكرة من عاصروا النكبة، يرويها الكبار للصغار ويتذكرون مأساة اللجوء من قرية لأخرى وهم الشهود على فصل التهجير الطويل. وحيدة في منزلها، لكن المخيم بيتها وناسه أهلها. تروي لنا عن الأرض الضائعة وخيراتها على عائلتها. تقص على أطفال المخيم قصص مدينتها اللد ومجزرة اللد أبرز ما عاصرته قبل التهجير. عبروا على الجامع هذا دهمش بقولوا له في الليل خلوهم يصلوا، عبروا سكتوا لهم لما توضوا عبروا يصلوا رشوهم الجامع ضل على ما فيه. بعدين طفدوا اللي ضلوا هناك صايرين يحطوا كل 10 بجورة كل 5 بجورة صلوية كانوا يصلوا شباب زي الطمر. والله بتذكر. في المخيم يصغي الجميع إلى أخبار وحال البلد. إدارة أمريكية تدعم الاحتلال علانية، هدفها تصفية قضية اللاجئين وتغيير الوضع القائم بنقل سفارتها إلى القدس وإعطاء من لا يملك المزيد لمن لا يستحق. هجرت الحاجة مريم من قريتها دير طريف بعد هجوم شنه الصهاينة على القرية، قطعت مسافات حتى وصل بها الحال إلى مخيم الأمعري في مدينة رام الله. لا تملك سوى قصص عن النكبة ترويها لأحفادها لتبقى ذكرها حية. طعاهلة والله تشلش فيها مليح بلادي، هي فيها شعارات بلادنا. سخر الله عليك، سخر الله أخي، اليوم لو متنا ولا طلعنا. اليوم أنا لو أنهم قبل دهسوني دهسوني أبوي اليوم أبوي خلها على نصف. كيف يواجه الفلسطينيون مسار تصفية قضيتهم؟ هذا السؤال الأهم اليوم، وستحمل حناجر الفلسطينيين إجابات في مسيرة العودة في ذكرى النكبة في الضفة وغزة وأماكن اللجوء. يرى العملة، العربية، رام الله. ينضم إلينا من رام الله بلال محمد شلش، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وكاتب كتاب يافا دم على حجر. مساء الخير بلال وأهلا وسهلا فيك. إذا اليوم يعني تحيون ذكرى النكبة، 71 عاما على النكبة. المحيط العربي اليوم مضطرب بلال ويعاني طبعا من أزماته الداخلية والخارجية. الداخل الفلسطيني مقسم أيضا، أين القضية الفلسطينية اليوم؟ وكأننا نعيد 71 عام، يعني في 1948 لم يكن الحال بعيد عن ما نحن الآن فيه. الانقسام العربي الداخلي كان موجودا، وكذلك الانقسام الفلسطيني الداخلي كان موجودا.
وكذلك أمريكا والدعم الدولي للمشروع الصهيوني كان موجودا. الأمر فعليا الآن في محاولة لتوطيد المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، لكن أثبت الفلسطينيين على مدار 71 عاما والأمة من خلفهم أن فلسطين لن تنتهي ولن تنتهي يعني لم تنتهي الأحداث بالهزيمة الكبرى التي وقعت في عام 1948. تحطم الناس جزئيا لكن سريعا ما قاموا. المقاومة الفلسطينية تأتي بموجات ترتفع تتصاعد وتيرتها وتنخفض في لحظات بعينها، لكن كل المؤشرات تؤكد أن المشروع الاستيطاني الصهيوني رغم المساعي الأمريكية المتجددة بعد 71 عاما لتثبيته إلا أنه لم يستقر ولن يستقر في هذه الأرض. إذن ما الذي تغير بلال؟ يعني إن كانت البلدان العربية تعاني من أزماتها كما في السابق، والفلسطينيون مقسمون كما في السابق، والاستيطان لم ينجح في تثبيت فعلا خطاه كما قلت حضرتك بفضل طبعا المقاومة الداخلية رغم كل محاولات طبعا الغربية، ما الذي تغير في القضية اليوم؟ ما تغير جزئيا أن الأمور أكثر انكشافا الآن. الآن في رأي عام أكثر اطلاعا. الأحداث بعد الثورات العربية 2011 الآن الساحات العربية جميعا تقريبا ساحات مكشوفة، من يعمل لفلسطين ومن يعمل ضد فلسطين واضح بشكل رئيسي. المساعي الأمريكية باتت أكثر انكشافا كذلك. ما كذلك جزئيا بعض التغيير في الفلسطيني أنفسهم. يعني الفلسطينيين رغم محاولاتهم في عام 1948 ومن قبل ومن بعد لإثبات وجودهم ولإثبات مقاومتهم، إلا أنه اليوم يوجد لديهم قواعد مقاومة ثابتة في أرضهم بعد 71 عاما تتجذر وتتأسس، ونشاهد فعلها في كما شاهدنا في الأيام السابقة وعبر السنين السابقة. هذا معناه أنه المواجهة باتت أكثر انكشافا، وعواملها أو محدداتها الأساسية باتت أكثر وضوحا. هذا المتغير الجديد. نعم. أما الثابت فأن وجود أهل فلسطين كمقاومة وكذلك وجود مشروع استعمار استيطاني يسعى ما زال يسعى لتثبيت وجوده، وكذلك يوجد متغير أساسي في المجتمع الصهيوني، مجتمع التأسيس والمجتمع الحالي. أنا شخصيا منشغل في التاريخ أكثر من انشغالي في الواقع الآن، أقرأ وأتابع على مدار السنوات السابقة ما كان يجري في عام 1947 48 49 وما كان يجري في سنوات تأسيس إسرائيل، ألاحظ وأقرأ للقادة المؤسسين في إسرائيل، وفي المقابل ألاحظ وأقرأ للقادة الآن الموجودين الذين يقومون. نعم بلال، سؤال ولو سمحت إذا بتجاوبني باختصار، بما أنك مطلع على التاريخ، من أكثر الأطراف التي استفادت من التاريخ، من دروس التاريخ؟ هي في محاولة محلية فلسطينية للاستفادة من هذه الدروس لكنها محاولة قاصرة. ما زال التاريخ لحرب 1948-49 تاريخ قاصر، ولم تجري لغاية الآن للأسف أي دراسات عسكرية شاملة أو محاولات للاستفادة من هذه التجربة على الرغم من أهميتها للفلسطينيين وكذلك أهميتها للدول العربية المختلفة. تقريبا الجيوش العربية في معظمها كانت جيوش حديثة النشأة، وجزء أساسي منها ما زال كان يخضع لاستعمار بريطاني أو فرنسي أو لاستعمارات أجنبية أخرى، ومع ذلك هذه الجيوش معركتها الأساسية الأولى كانت في فلسطين. صهيونيا للأسف في محاولة دائما للاستفادة من تجربة هذه الحرب ومن تاريخها بشكل أكبر بكثير من محاولات الاستفادة العربية والفلسطينية. يعني في العام الماضي تقريبا عن وزارة الأمن الصهيونية صدر دار النشر الخاص فيها حوالي 5 أو 6 إصدارات، يعني نهاية 2018 بداية 2019 تبحث في موضوع الحرب وتربطه أو تحاول ربطه في موضوع الحاضر كذلك أو في الاهتمامات العسكرية الراهنة. نعم بلال، أرجو أن تبقى معنا. سأرحب من برلين، ينضم إلينا ماجد أزجير رئيس مركز العودة الفلسطيني ورئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا. مساء الخير أستاذ ماجد. يعني أسألك في البداية، هل في الإمكان اليوم بعد طبعا 71 عام الحديث عن شعب فلسطيني واحد بتطلعات واحدة؟ بكل تأكيد الشعب الفلسطيني بعد 7 عقود أهم منجز له
أنه ما زال محافظا على وحدة كلمة فلسطين، وحدة الشعب الفلسطيني، والإسقاطات على الأرض الميدانية تشهد بهذا ما بين الداخل والخارج. يعني يدعم ذلك عوامل كثيرة قد يكون منها من ما هو متناقض مع النقطة هذه، العدو الصهيوني نفسه، شراسته، حرصه على ملاحقة الفلسطيني وكلمة فلسطيني حيث كان، مما ساهم في وحدة الشعب الفلسطيني على هدف واحد وهو دحر المحتل. ما نشاهده الآن من إحياء ذكرى النكبة، والتي هي دائما وأبدا ما تأتي وتجدد العهد الشعب الفلسطيني مع ارتباطه بفلسطين، ارتباطه بأرضه، ارتباطه بالرجوع لها، ما نشهد من مقاومة في الداخل، من تجذر في الداخل. سؤال حضرتك للأستاذ بلال قبل قليل، ماذا استفاد الشعب الفلسطيني من تجربة التاريخ؟ استفاد بأنه متجذر في أرضه، يعني منزرع فيها، فكرة الهجرة مرة ثانية الجماعية غير واردة عنده. ما يحدث في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يعني يمكن أن يساهم مساهمة كبيرة جدا من الملاحقات من أن يخرج الفلسطينيين بالألاف، ولكنهم ما زالوا متجذرين في الأرض. ففكرة التمسك بالأرض ووحدة الهدف ووحدة المصير رغم الظرف العربي المحيط بالقضية الفلسطينية، رغم المؤامرة الدولية، رغم من التبجح الأمريكي بنسخة ترامب الجديدة التي تحاول طمس التاريخ والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني. سيد ماجد، لكن أرجوك يعني بس بعيدا يعني من الشعارات، أنا أقصد أنه اليوم هل نستطيع التحدث عن شعب فلسطيني واحد؟ وعندما قلت عن تطلعات واحدة أقصد بذلك اليوم هناك نقاش عميق يدور على صفحات التواصل الاجتماعي وفي الكتب والروايات والصحف عن تخوين في بعض الأحيان من قبل طبعا فلسطيني الخارج لمن يزور فلسطين، لمن يزور أهله، لمن يزور بلده. وحضرتك يعني طبعا رئيس مركز العودة، فباستطاعتك الإجابة عن هذا السؤال، هل اليوم الفلسطينيين فعلا شعب واحد؟ نعم، الزاوية اللي حضرتك دخلت فيها ليست دليل على أن الشعب الفلسطيني غير واحد فيما يتعلق في الزيارة أو ما إلى ذلك. ما يحدث في 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 في, في الخارج من تمسك ودعم الداخل، ما كان للداخل أن يستمر في ثباته إلا بعوامل أيضا دعم وإسناد أهله وشعبه في الخارج بكل ما أوتي القوة. هناك العديد من العوامل التي تدلل على وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة العنوان الفلسطيني بشكل أو بآخر. السؤال بضده يعني يعرف ما هي العوامل النقاط اللي هي على الطاولة التي تعطي أن الشعب الفلسطيني غير موحد وهو غير واحد في هذا المجال. انظر إلى الشعب الفلسطيني في أقاصي الدنيا، في تشيلي، كيف تتجذر هويته الفلسطينية في واقعه، في نادي فلسطين، في ارتباطه مع أن هجرته إلى تشيلي أقاصي الدنيا ما قبل الحرب العالمية الأولى. انظر إلى فلسطيني المخيمات في الجوار الفلسطيني، ما زال ما يقرب من 90% من الشعب الفلسطيني يعيش في فلسطين التاريخية وفي الجوار. والانقسام الداخلي سيد ماجد أين تصنفه في هذا الإطار؟ الانقسام الداخلي انقسام في مشاريع سياسية في النخبة السياسية، ولكن الشعب الفلسطيني على وحدة المصير على الميدان. يعني أدلل لك فيما حصل فيما يتعلق في قطاع غزة وفي الوحدة الفلسطينية في مسيرات العودة الكبرى، في وحدة القرار الفلسطيني، في التخلي على مواقع لصالح أن يكون الكل الفلسطيني، والآن صلها سنة. هذا أكبر دليل. 2 مليون فلسطيني في خاصرة المشروع الصهيوني يقاومون بكل وسائل السلمية وبما يدعمه بتدعمه القرارات الدولية مع المقاومة المسلحة التي تشرعها القوانين الدولية. هذا المنجز. إذا أردت أن تقول كيف ساهمت العوامل في بقاء القضية حية ونحن نتكلم عبر فضائيتكم والإعلام كامل بعد 70 سنة عن قضية فلسطينية، عن المفردات نفسها، عن محتل، عن نكبة، هذا أكبر دليل على أن فلسطين موجودة، ولا يمكن أن تكون فلسطين موجودة إلا بوجود شعب يحمل هذا الهم. صحيح. فشل كل المؤامرات عبر 7 عقود يعني في طي صفحة القضية الفلسطينية لصالح نسيانها هو الشعب الفلسطيني الذي قاوم، الذي أخرج منظمة التحرير الفلسطينية في أواسط الستينات. عندما كان أرجو أن تبقى معنا وأستاذ بلال كذلك، نتوجه إلى الزميلة رانيا الدريدي لمعلومات أكثر حول النكبة ثم نعود لاستكمال هذا النقاش.
تمر الذكرى 71 على نكبة فلسطين في ظل أوضاع عربية مضطربة وانقسامات تشهدها الساحة الفلسطينية. 7 عقود مضت تغيرت فيها معطيات كثيرة، من بين هذه المتغيرات هو النمو الديمغرافي للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أشار في آخر بيان له إلى تضاعف أعداد الفلسطينيين 9 مرات منذ النكبة عام 48 ليبلغ بنهاية 2018 نحو 13,100,000 نسمة، منهم أكثر من 6 ملايين لاجئ يعيشون في الشتات. وبحسب هذا البيان فإن أكثر من نصف الفلسطينيين أي 6,500,000 يعيشون في فلسطين التاريخية. وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان نهاية عام 2018 في الضفة الغربية بما فيها القدس بلغ حوالي 3 ملايين نسمة وحوالي 2,000,000 نسمة في قطاع غزة. ووفق الأرقام المعروضة يعيش نحو 28% من اللاجئين في 58 مخيما يتبعون وكالة أونروا، بوقع 10 مخيمات في الأردن و9 في سوريا و12 مخيما في لبنان و19 مخيما في الضفة الغربية بما فيها القدس و8 مخيمات في قطاع غزة. ولفت الجهاز إلى أن البيانات الحكومية لعام 2017 أظهرت أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين تشكل 43% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين. أحداث النكبة عام 48 وما تلاها من تهجير كانت مأساة كبرى وحقيقية بحق الشعب الفلسطيني لما مثلته وما تزال من عملية تطهير عرقي متواصلة، حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه. وتشير البيانات إلى أن نحو 800,000 فلسطيني هجروا من قراهم ومدنهم، من أصل 1,400,000 فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية في عام 48 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية. وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين على اعتبار وجود لاجئين غير مسجلين لدى الأونروا، حيث لا يشمل العدد من تم تشريدهم بعد عام 49. سيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، دمر منها 531 بالكامل، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه. وخلال هذه المرحلة اقترفت العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15,000 فلسطينية. شكرا جزيلا للزميلة رانيا. أعود إليك الباحث الفلسطيني بلال شلش. تحدثت يعني كنت قبل قليل عن الثورات العربية، واليوم بطبيعة الحال من الضروري الحديث عن القضية الفلسطينية في محيطها العربي. كيف أثرت الثورات العربية برأيك على القضية الفلسطينية؟ هل يعني البعض يعتقد أنها أبعدتها عن المشهد، والبعض يعتقد بالعكس أنها قربتها أكثر، فكيف ترى الموضوع؟ وجزئيا قد يكون في بعد لحظي، لكن بالتأكيد شعوب عربية حال استقرارها حرة لن تكون كالشعوب العربية المحكومة بالديكتاتوريات. كل المؤشرات تؤشر على أن وجود اهتمام عربي دائم بالقضية الفلسطينية بشكل أساسي اهتمام شعبي، وأحيانا كثيرة هذا الاهتمام الشعبي هو كان ضاغط على الحكومات. يعني مثلا قديما يعني تدخل بعض الدول العربية المباشر في الحرب عام 1948 كان دافعه الأساسي الشعوب، شعوب الدول العربية، نموذجا مصر. يعني هذا النموذج ما زال موجود، صحيح في انشغالات لحظية متطلبات المرحلة تقتضي ذلك، لكن بالتأكيد كل ما زاد انشغال الرأي العام العربي في الحركات السياسية الداخلية، كل ما زال انشغال المواطن في الحراك السياسي بعيدا عن همومه اليومية، سيتعرف أكثر على القضية الفلسطينية وسيزداد انخراطه في القضية الفلسطينية. دخول المواطنين إلى المجال العام من خلال مدخل الثورات المحلية معناه المستقبلي، وأحيانا كثيرة يعني نلاحظ يعني أثره اليوم، معناه المزيد من الانخراط في القضية الفلسطينية ومزيد من الانخراط في مشاريع
وقت مشروع الاستيطان الصهيوني في فلسطين. نعم. سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. سيد ماجد، عن نفس الموضوع طبعا، البعض يعتقد أن الثورات العربية أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة كقضية تحرر وقضية شعب، بعد أن حولها طبعا الزعماء العرب، الديكتاتوريات العربية حولتها إلى مجرد قضية، يعني نسيوا الشعب الفلسطيني وباتت فلسطين هي قضية فقط. كيف ترى الأمر؟ إذا لاحظنا الثورات العربية ميدانيا وكيف ربطت نفسها بشكل إجماع بالقضية الفلسطينية، فبالتالي نفس البعد الثوري في القضية الفلسطينية تم امتداده إلى الشعوب العربية في طور انعتاقها من الدكتاتوريات ومن التسلط. نعم، بعد 60 عاما. بعد 60 عام ولا يمكن للقضية الفلسطينية أن تتحرر ويرجع الحق لأصحابه في ظل بيئة ظلم محيطة حولها، في ظل بيئة قهر. فبالتالي المرحلة الانتقالية من وجود حالة ثورية عربية بكل ما نعايشه من سلبيات، نعم مؤقتة في طريق، لأنه الانشغال بالذات العربية في البعد المحلي وعالم الاستقطاب وعالم الصراعات سيلهي حتما بالبعد المادي الفيزيائي على القضية، ولكن روح الثورة وامتدادها في العالم العربي بالتأكيد على المدى المتوسط وليس البعيد هو لصالح القضية الفلسطينية، وهذا ما نشهده عالم الانعتاق من حالة الخوف اللي كانت موجودة والرعب اللي كانت موجودة في الساحات العربية. الآن احنا تجاوزناها برغم إسقاطاتها كما قلت مرة ثانية على الأرض السلبية الآنية، ولكن هذا بالتأكيد هو مرحلة ما قبل رجوع الحق إلى الفلسطيني إلى أصحابه في ظل بيئة عربية متحررة من كل عالم الظلم، مركزة على عالم الحرية، عالم الانعتاق من المستعمر بإذن الله. وهذا مهم جدا ومدروس بشكل علمي وفي عالة أمة، ولكن هذا يحتاج إلى من يأخذ الدروس المستفادة من الثورات العربية بالشق الفلسطيني، لأنه الآن العبء على السياسي الفلسطيني وعلى الفصائل الفلسطينية في حالة الأمواج العربية عبء كبير جدا. وهنا يعني يأتي الدور الاستراتيجي للوحدة الوطنية الفلسطينية، لعالم القفز على الانقسام الفلسطيني، لعالم التركيز على المحتل، لأنه هذه من شأنها حتى أن يستفيد بها البعد العربي، لأن البوصلة الفلسطينية إذا كانت موجهة توجيها صحيحا ينسجم معها البعد العربي ويكون فيها امتداد. انظري حضرتك إلى انتفاضة الحجارة عندما كان في عدم التفات للقضية الفلسطينية ثم صارت حقبة جديدة، ثم انتفاضة الأقصى أيضا كيف يعني وجهت البوصلة بالبعد الفلسطيني ومن وراءها البعد العربي. هذا مهم جدا. إحنا نحتاج إلى دراسة فلسطينية وعصف فلسطيني فلسطيني مهم سواء في الداخل أو الخارج، ويدخل فيه البعد الشعبي والفلسطيني الخارج ببعد 7 مليون مع إحصاءات اللي ذكرتها التقرير قبل شوي، 6 مليون في الداخل وسبعة مليون في الخارج. 7 مليون في الخارج بما لديهم من بيئات يعيشون فيها، 100 بيئة مع وجود البعد الثنائية، المواطنة الجديدة والهوية الفلسطينية المتجذرة، هي ممكن أن تكون حجر الزاوية. نعم. في الدخول لمستقبل فلسطيني. نعم. أستاذ مهم ماجد أزير، رئيس مركز العودة الفلسطيني ورئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. ومن رام الله أشكر بلال محمد شلش، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وكاتب كتاب يافا دم على حجر، شكرا جزيلا لك. فاصل نتابع بعدها. أهم ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في شباك هاشتاج فلسطين. وفي شباك تراث نتعرف على تاريخ مدفع غزة الأثري. ونذهب إلى القدس لنستمتع بأجواء مهرجان سوار الفني الأول. أهلا بكم من جديد. وسط مدينة غزة وفي ساحة بلدية المدينة تحديدا، مدفع عثماني اعتاد السكان على سماع صوته في شهر رمضان قبل احتلال باقي الأراضي الفلسطينية
عام 1967، ومنذ ذلك الوقت منعت سلطات الاحتلال استخدامه وبقي المدفع صامتا حتى يومنا هذا. لنصف قرن لم يسمع صوت هذا المدفع، فمنذ حرب عام 1967 وبعد احتلال إسرائيل لقطاع غزة توارى مدفع رمضان عن الأنظار. يحكى أن تاريخه يعود إلى القرن التاسع عشر وأنه استخدم فقط في عهد الخلافة العثمانية. كان يحتاج إلى عملية صيانة شاملة خاصة بعد فقدان العديد من القطع أو الأجزاء الخاصة بهذا المدفع. قامت البلدية باستخدامه كيعني أحد الموروثات، خاصة أنه أحد الموروثات الإسلامية والتاريخية في المدينة وله رمزية عالية، بأن يكون مزارا للمواطنين. كان الحاج أبو رائد يبلغ من العمر 8 سنوات عندما كان يقطع مسافات طويلة مع والده ليسمع صوت المدفع مع موعد الإفطار. كان ذلك في 50ات القرن الماضي، وكانوا اللي يضربوا أيام المصريين يحشوا قطن وتبن ودناميت ويولعوا فيه، بس ما كانش متجاه الشرق، كان متجاه الغرب عشان ينزل على البحر. لما كانوا يستخدموا كانوا تلتم الحارة اللي هي حارة شو اسمه الكمالية، وناس تيجي من السجعية وناس تيجي من حارة الدرج والتوفين، يجوا الأطفال ويجوا الأولاد هنا في الساحة عند الساحة ويقعدوا يتفرجوا عليه. وإن بقي صامتا طوال تلك السنوات إلا أن صوت مدافع الحرب لم تغب بعد عن سكان هذه المدينة. خلال السنوات القليلة الماضية بدأت بعض المظاهر والعادات الرمضانية المعتادة تغيب عن هذه المدينة المثقلة بالهموم السياسية والاقتصادية، ومع ذلك لدى الفلسطينيين الأمل دائما بأن يغير الله الحال من المحال. صالح نطور، العربي، قطاع غزة. أقام أهالي يافا في الداخل الفلسطيني أمسية ثقافية مع البروفيسور محمود يزبك، تم فيها إشهار دراسته التاريخية مدينة البرتقال يافا ومناقشتها بمعلومات جديدة عن تاريخ فلسطين من خلال تسليط الضوء على تاريخ مدينة يافا وحضارتها ومجتمعها في الفترة الواقعة ما بين 1700 و 1840. مدينة البرتقال تسرد قصصها في كتاب يلخص أطماع المحتل القابع والمارق في مكان أهميته الاستراتيجية تطفو على كل سطح. كتاب يعود ليذكر في رائحة برتقال تفوح في مينائها وفي أزقتها في يوم الأرض الفلسطينية. المقبرة اللي هنا تم يعني إقامة مقبرة جديدة. الشبيب اليافي أرادت أن تقيم ندوة لاستذكار تاريخ يافا ونهضة يافا، والموضوع هو كيف نشأت يافا كمدينة عربية فلسطينية، وما زالت على الرغم من كل النكبات التي حدثت في هذه المدينة لكن هويتها وطبيعها العربي الإسلامي ما زال ناصعا. الشيء كمان اللي يعني أثار اهتمامي واللي عجبني كتير هو يعني قدرة المجتمع هنا زي ما حكى كمان إنه بعد كل نكبة كانت تصير إنه يرجع يقدر يبني حاله من جديد ويأسس حاله من جديد وعن جد يخلق من هذا الدمار، يعني زي العنقاء، يعني زي عصفور العنقاء. فالندوة هاي بتذكرنا إنه إحنا لازم نعمل تسييس لكل إشي، ونتذكر إنه الأرض هو بالآخر الإشي الوحيد اللي بربطنا بتاريخنا وبشعبنا وبكل إشي بوجودنا إحنا كفلسطينية بالداخل. الكتاب يتحدث عن تاريخ المدينة منذ نهضتها، نشأتها في عام 1700 تقريبا وحتى عام 1840. في هنالك كان حاكم مشهور يعني له باع طويل الذي يسمى محمد باشا أبو نبوت، الذي أقام المدينة من جديد بعد أن هدمها وقتلها ودمرها نابليون خلال في عام 1799 حينما احتل المدينة. كتاب خاص اللي أولا بذكر فترة اللي كانت منسية من تاريخنا، سنوات 1700 لعند 1840، وبيجيب كمان الزاوية كتابة التاريخ من الناحية الاجتماعية والثقافية.
القصة اللي انخرطت في ذاكرتي بوجهها لشباب كرسالة هي الحملة الفرنسية لنابليون اللي قضقوا أباد ما أباد ولكن نهضنا من جديد، وهاي رسالة التاريخ بتفهمنا بالضبط خطواتنا المستقبلية. إلى شباك الفنون، حيث نظمت جمعية سوار في القدس مهرجانها الفني الأول في المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي، وضم المهرجان عروضا عدة فنية وموسيقية وتشكيلية. نتابع. سارة طالبة الثانوية العامة تشرح عن لوحاتها في معرض أشكال ألوان. تشارك الطالبة بخمس لوحات مرسومة على القماش ولوحات أخرى بالرصاص. هذا المعرض أتاح لها عرض موهبتها في المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي ضمن مهرجان سوار الفني الأول. إنه هي بتعبر كتير يعني عني بشكل عام، بتعبر إنه كيف كأنه بنت ضايعة يعني عالم تاني، واقعة كأنها من فضاء، من ألوان كتير، من كتير إشياء يعني في الحياة. صورة عن بلدي أحد المعارض في المهرجان، حيث شارك فيه الطلبة بمجموعة من صورهم عن مدينة القدس. واحتوى المهرجان على عروض وإنتاجات فنية مرئية وحركية وموسيقية وتشكيلية. هذا المهرجان هو عبارة عن منصة فنية اللي إحنا من خلالها عم نقدم مختلف نشاطاتنا وبرامجنا اللي شغالين فيها على مدار العام، من دبكة، من موسيقى، من فن تشكيلي، تصوير، رقص إبداعي، برامج كتير متنوعة ومختلفة. هذا المهرجان أقيم بالكامل بجهود من سوار وباشتراكات رمزية من الطلبة دون دعم أو تمويل من أي جهة، حيث أرادوا إيصال رسالة بأن النشاطات يمكن أن تقام دون انتظار أي تمويل. في مهرجانها الأول وعلى مدار يومين قدمت جمعية سوار 16 نشاطا ومعرضا فنيا من إنتاجها، نشاطات متنوعة وموجهة لجميع أفراد العائلة. أحمد جردت، العربي، القدس. وينضم إلينا من القدس محمود بيضون، مدير فرقة سوار للفنون الشعبية. مساء الخير محمود وأهلا بك، وإذا مبروك الدورة الأولى من المهرجان، ونتمنى طبعا لكم الاستمرار والاستمرار بدون تمويل. هذا ما يلفت النظر في البوستر الجميل الخاص بالمهرجان، كيف استطعتم يعني بدون تمويل، ولماذا اليوم ليس هناك تمويل ثقافي للمشاريع الثقافية؟ أول شيء سعد مساكم، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. الفكرة من المهرجان هي إبراز الأنماط الفنية اللي بتقدمها جمعية سوار أو قدمتها لطلابها وطالباتها على مدار 2018، على مدار سنة 2018، وكان نتاجها هي عبارة عن مجموعة من العروض الراقصة، مجموعة من العروض الموسيقية، مجموعة من العروض التشكيلية، الفنون التشكيلية والصور. ليش بدون تمويل؟ لأنه ما فيش تمويل. هلا في تمويل لبعض الجهات الموجودة بالقدس، هي في لها تمويل، أكيد دائما في لها تمويل، بس احنا حبينا نوصل رسالة للجميع، للممول والممول، إنه بنقدر نعمل إشي على مستوى عالي جدا بطريقة راقية جدا جهود شباب وصبايا مدينة القدس بدون ما نحتاج تمويل، وبدون ما نحتاج ندق على باب الممول ونتمنى نستجدي المال عشان نعمل نشاط فني. فقدرنا نعمل نشاط فني على مدار يومين، وقبله بيومين كان في جزء من النشاطات موجودة باب العمود وبشارع الزهرة وباب الزهرة، وقدرنا نوصل رسالة إنه من غير تمويل
ومعنى أو ما في معنى بنقدر نعمل كل شيء بمدينة القدس بجهود الشباب بجهود الصبايا إذا حابين نتكاتف عشان ننجز. نعم محمود، إذا يعني من أنجز هذا المشروع أو المشاركون في هذا المشروع هم من الهواة خليني أقول أو الطلاب، يعني طلاب المركز وليس من الفنانين المحترفين صحيح؟ لا، جزء منهم هم فنانين محترفين لهم على مدار سنين موجودين بالجمعية، بس نتاج عام 2018 هو النتاج اللي شفناه على المسرح، بس جزء منهم هم فنانين محترفين، جزء منهم هم بداية حياتهم الفنية. نعم، ماذا أردتم للدورة الأولى من هذا المهرجان؟ يعني غير طبعا موضوع التمويل وهو رسالة، فعلا رسالة من الواجب اليوم فعلا إيصالها إلى الجهات المعنية، إلى الممول وإلى كما ذكرت حضرتك إلى من يمولوه يعني، لكن ماذا أردتم للمهرجان أيضا؟ الممول والممول. نعم، ماذا أردتم للمهرجان؟ ببساطة أردنا نوصل رسالة كمان إنه المقاومة هي ثقافة، المقاومة هي فنون، المقاومة هي أداء، المقاومة هي فكرة، فإحنا حاولنا نوصل الفكرة للشباب، حاولنا نوصل الفكرة للي شاركوا إن كان بنشاطات أو شاركوا كمتطوعين أو شاركوا كمشاهدين، إنه السنوات القادمة هي سنواتهم، هم بيقدروا يقرروا، هم بيقدروا يصمموا، هم بيقدروا ينفذوا، فيش حلم مستحيل تنفيذه، فيش حلم ما بنقدر ننفذه على أرض الواقع، كل حلم قادرين ننفذه طول ما في طاقة، طول ما في إمكانيات وجهد ومحبة للمكان، للأرض، للقدس. نعم طبعا، كون الفرقة هي فرقة فنون شعبية، فبحب أسألك كيف تطورت الفنون الشعبية خلال السنوات الماضية، أو هل تطورت أو لا؟ أول شيء إحنا بداياتنا كانت هي عبارة عن فرقة سوار للفنون الشعبية، اليوم إحنا اسمنا جمعية سوار للثقافة والفنون، اللي فرقة سوار هي جزء منها. فرقة سوار أنتجت على مدار 6 سنوات 3 إنتاجات فنية خاصة فيها، آخر إنتاج فني كان بال 2018 بالشراكة مع مؤسسة الرؤية مع المسرح الوطني الفلسطيني مشروع رسائل، كان في إنتاج فني واسمه جدل، بجميع مقوماته كانت هي عبارة من سوار، كلمات، موسيقى، تصميم رقص، فكرة، إخراج، كانت كلها من سوار. فلا، التراث هو بتطور، الفنون هي بتطور، بس الدور على مين بيطور وكيف بيشتغل على تطوير الفنون وكيف بنظر للفنون ووين بده يوصل الفنون بالقدس وفلسطين بشكل عام. نعم، وكيف كان الإقبال على يعني هذين اليومين من الفعاليات، ومن هي الشرائح اللي عادة تهتم بهذا النوع من الفنون؟ احنا جمهورنا بسوار معروف دائما، هي الشريحة البسيطة جدا، او نقدر نحكي الشريحة الكادحة اللي هي ما عندها مشكلة تستثمر بولادها وتدفع على اولادها عشان يكون ابنها او بنتها مؤهلين، عندهم ثقافة عامة، عندهم ثقافة فنية، ما عندهم مشكلة يدفع لأولادهم عشان يكونوا موجودين. فالمجتمع اللي احنا بنتعامل معه هو مجتمع بسيط جدا، هو مجتمع مهمش، هو مجتمع متوسط الحال بشكل أو بآخر، فاحنا جمهورنا هو الجمهور البسيط الكادح. نعم محمود، العروض غلبت عليها يعني خليني أقول الطقوس الشعبية مثل طبعا الدبكة والغناء كما شاهدنا في التقرير، أم أنه شملت أيضا ربما عروضا مسرحية وفعاليات أخرى؟ كان في عروض مسرحية خاصة للأطفال، مسرح من خلال مسرح خيال الظل، وبرضه هو من إنتاج السوار. اللي ميز المهرجان أو بميز المهرجان هذا بعيدا عن أنه من غير تمويل، أنه كل المنتجات الموجودة فيه من إنتاجات الفنية الضخمة أو الإنتاجات الفنية البسيطة حتى التهريج هو عبارة عن منتج خاص بسوار،
القائمين عليه كانوا هم عبارة عن مدربين ومتطوعي سوار. فهذا اللي ميز المهرجان، انه كان في نقدر نقول اكتفاء ذاتي خاص بمهرجان قدم فعاليات فيها الترفيه، فيها المسرح، فيها الرقص بجهود ذاتية بحت بدون ما يحتاج أي تدخل خارجي، غير طبعا أنه المسرح كان مستأجر من قبل المسرح الوطني الفلسطيني، وكان بالأجار كمان مش تطوع، يعني كان بالأجار، وبالأجار زينا زي أي فرقة أو مؤسسة جاي تستأجر. نعم محمود بيضون، إذا مدير فرقة سوار للفنون الشعبية، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم الاستمرار مع صعوبة الاستمرار يعني في هذا صعوبة التمويل طبعا. والآن إلى شباك هاشتاغ الذي يأتينا من فلسطين أيضا، وينضم إلينا مراسلنا فهمي شتاوي. مساء الخير فهمي. مساء الخير ديما. إذن فهمي، ماذا لدينا اليوم من طبعا ما له علاقة بالدراما؟ ديما، اليوم سنواكب أهم جاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق في النكبة الفلسطينية، حيث استحوذ هذا الموضوع على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى النكبة الفلسطينية الذي يصادف اليوم 15 من أيار، والذي قامت به سلطات الاحتلال بالسيطرة والتطهير العرقي لأكثر من 530 قرية ومدينة فلسطينية في الأراضي المحتلة. هذا الموضوع قام في إثره الرواد مواقع التواصل الاجتماعي ودشنوا هاشتاغ يسمى بأور لاند أو نكبة 71. تيسير كتب بالإنجليزية تغريدة على حسابه في تويتر: لقد مر 71 عاما منذ عام 1948 عندما قامت القوات الإسرائيلية بتطهير عرقي لأكثر من 750 ألف فلسطيني من منازلهم، لكن النكبة أو الكارثة لم تنتهي هنا. لقد أخرجت إسرائيل 1000 شخص من منازلهم كجزء من حملة لطرد الفلسطينيين من المنازل ومن الأرض الفلسطينية. أما سارة دونت على حسابها: عندما تكون المجاري الصرفية أقدم من إسرائيل. طبعا التغريدة تكتبها سارة بطريقة تهكمية ومرفقة فيها صورة لغطاء صرف صحي في إحدى أزقة حيفا القديمة متواجد هنا قبل النكبة الفلسطينية. وأخيرا وليس آخرا، فاطمة دونت على حسابها في تويتر ومرفقة صورة لامرأة فلسطينية كما نرى على الشاشة متشبثة في الأرض، ووراءها جندي يمثل ممارسات الاحتلال. دونت فاطمة: سوف يعودون، هذا ليس حلما أو تهديدا، إنه وعد. ومرفقة أيضا الهاشتاغ نكبة 71. في ذات السياق ديما، كان أيضا فلسطيني الشتات قد أو فلسطيني الشتات قاموا بتدشين هاشتاغ آخر، وهو هاشتاغ أنا راجع. وفي ظل يعني كما تعلمين كل المؤامرات والصفقات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، هم يعني يقصدون أيضا صفقة القرن التي ستنشر بعد نهاية الشهر الفضيل شهر رمضان، وقائلين يعني لا عودة عن حق العودة إلى فلسطين التاريخية، حيث كتب حسام أبو نصار: العودة حق مقدس، مرفقا صورة الكوفية الفلسطينية وخيم اللجوء الفلسطيني وصورة قبة الصخرة التي ترمز إلى عروبة وفلسطينية المدينة. أما محمد درويش دون في صفحته على تويتر مقطع صغير من أغنية أحمد قعبور يا رايح صوب بلادي، واستمر بالتغريدة ذاكرا أن الأجيال ستتوارث جيلا بعد جيل هذه الأمانة، قاصدا فلسطين وقضيتها وكل حكاية اللجوء والعذاب، مناديا بالوحدة العربية ومزيدا من النضال والصمود، وإننا حتما
لا منتصرون وإننا حتما لا عائدون. في سياق ذي صلة ديما أيضا، كما تعلمين يتزامن لإحياء النكبة الفلسطينية في الأراضي المحتلة أيضا استضافة دولة الاحتلال لمسابقة الأغنية الأوروبية، كان هنالك انتقادات عارية وغاضبة من بل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كون يعني إسرائيل تخرق كل المواثيق الأممية وكل ما وقعت عليه من معاهدات دولية ويتم مكافأتها من قبل الدول الأوروبية والدول الأجنبية باستضافة هذه المسابقة كيعني ورقة خضراء تشرع فيها جميع سياساتها. في هذا الشأن كان أيضا الغزيين قاموا بإنشاء مبادرة في الأيام السابقة على وزن يورو فيجن، غزة فيجن، وقد نال يعني استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي. سي سلامة عبد الحميد دون على حسابه على تويتر واصفا الحدث على أنقاض عمارة أبو قمر وسط مدينة غزة التي دمرتها صواريخ الاحتلال الإسرائيلي خلال جولة التصعيد الأخيرة. أقيم اليوم احتفال غزة فيجن بالتزامن مع مهرجان الأغنية الأوروبية يورو فيجن في إسرائيل. أما أحمد جبريل كتب على حسابه في تويتر: حل سلمي وكويس، وبيأدي الرسالة، اعملوا مبادرة غزة فيجن على أنقاض غزة وألامها وحصارها، ويوضح حجم الحصار والخراب يخرب اليورو فيجن في تل أبيب والتعاطف الدولي مع إسرائيل وضعا يورو فيجن مقابل غزة فيجن. هذا أهم ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تغريدات ومن موضوعات يعني نالتها النكبة الفلسطينية من رواد المواقع التواصل الاجتماعي. نعم، مراسلنا من الناصرة فهمي شتاوي، شكرا جزيلا لك. أقامت مؤسسة النيزك في مدينة القدس مهرجان المواهب العلمية المقدسية الأول، وشارك في المهرجان 300 طالب موهوب تتراوح أعمارهم بين 10 و15. واحتوى المهرجان على مشاريع تكنولوجية وتقنية عدة عمل عليها الطلبة الموهوبون. الحديقة الذكية هو المشروع الذي عملت عليه سدين مع باقي زملائها وزميلاتها. المشروع عبارة عن جهاز للتحكم بكمية المياه التي يجب أن تروى بها المزروعات، وعن طريق وضع الجهاز بالتربة يقوم بفحص كمية المياه الموجودة فيها ويعمل على تزويدها بالمياه اللازمة والمطلوبة. هذا المشروع عرض خلال مهرجان المواهب العلمية المقدسية الأول والذي أقامته مؤسسة النيزك. الهدف حل مشكلة الري من الإنسان. الإنسان اللي بكتر المي، إذا كتر المي على المزروعات رح تدبل أو رح تموت. حل المشكلة إنه الري الذكي للمزروعات، إنه ما نحط كثير مي، نحط بالمعيار المحدد. وضم هذا المهرجان العشرات من المشاريع المقدمة من قبل طلبة موهوبين في مراحلهم الابتدائية والإعدادية، وانقسمت على عدة زوايا كالواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والتفكير التصميمي والروبوت والبرمجة والرياضيات. نحن نستثمر في هذا الجيل، نرى في كل فكرة من أفكار أبنائنا فرصة واعدة ممكن أن تتحول في يوم من الأيام إلى فرصة تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي. نستثمر في المستقبل، نبني المستقبل من خلال هؤلاء الطلاب الموهوبين في مدينة القدس. وتعمل مؤسسة النيزك في برنامج حاضنة الطلبة الموهوبين مع طلاب وطالبات من مدارس القدس تتراوح أعمارهم بين 10 و15، وتستهدف في برامجها نحو 30,000 طالب وطالبة فلسطينيين سنويا بينهم آلاف من مدينة القدس. شكل هذا المهرجان فرصة ل 300 طفل مقدسي موهوب لعرض مشاريعهم وأفكارهم المختلفة ومنها التكنولوجية والتقنية، كما قدم لهم فرصة لتعلم أسس البحث العلمي كي يطوروا أنفسهم مستقبلا في المجالات العلمية. أحمد جردت، العربي، القدس. شبابيك متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. عائلة في غزة أصيب 5 من أبنائها في مسيرات العودة، ولكن لم يمنعهم هذا من الاستمرار في النضال.
وفي شباك المال نطلع على الأسواق الشعبية في رمضان. استكمالا لموضوع نقاشنا الرئيسي اليوم، سألنا متابعي تلفزيون العربية على موقع تويتر السؤال التالي: بعد مرور 71 عاما على النكبة، ما المطلوب لمساندة القضية الفلسطينية؟ محمود يغرد: القضية الفلسطينية ستنتهي إلى الأبد ولن يذكرها أحد بعد ذلك. العرب ضيعوا حقهم في كل شيء، لا تلوموا الاحتلال فقد فعل كل شيء بالاتفاق مع العرب. ويونس على فيسبوك: مقاطعة كل المنتجات القادمة من الغرب والشركات الإسرائيلية. مشارك أيضا على فيسبوك: فتح الحدود. عمرو: وقف جميع أشكال التطبيع خطوة أولى. وطرحنا نفس السؤال على بعض المواطنين في رام الله، نتابع أهم ما جاء في إجاباتهم. احنا لازم نكبة موحدين صفوفنا، هذه اهم شيء، الوحدة الوطنية، ولازم نكبة ان نهج واحد. مثلا مقاومة خلاص فيش نهج مفاوضات. اسرائيل والعدو ما بيعرفش منطقة السلام، يعني السلام عند استسلام، احنا نستسلم خلاص معناها احنا هار. فالمقاومة والوحدة الوطنية هي النهج السليم لتحرير فلسطين. يعني المطلوب اليوم ان الشعب الفلسطيني يضل صامد ضد المؤامرات اللي تحاك ضده، خاصة مؤامرة ترامب وصفقة القرن. فالشعب الفلسطيني صامد على أرضه، والمطلوب إنه إحنا نزداد قوة ونتوحد كشعب فلسطيني واحد، وإننا نتصدى للاحتلال. لم يمر عبر التاريخ أصعب من هذه المرحلة. الآن نحن نعيش في عالم القطب الواحد، البسطار الأمريكي يدوس أي بقعة في العالم. ما المطلوب منا احنا كشعب فلسطيني بس التضامن مع بعض، مع انفسنا، رغم انه عارفين انه المرحلة مش مرحلتنا، لا عربيا ولا دوليا ولا ذاتيا احنا جاهزين لاي شيء. بكفي انه نصمد، وبقائنا في هذا الارض هو اكبر انجاز وطن. المطلوب لملمة الصف الفلسطيني والوحدة الفلسطينية للتصدي لكل ما ذكرت. فأهم شيء هو لملمة والالتفاف حول القيادة الشرعية وسلطة واحدة وشرعية واحدة لكي نتمكن من مواجهة ما يخططون له هؤلاء الأنذال، وعلى رأسهم ترامب والحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية. مطلوب رأس الصفوف والوحدة الوطنية، مطلوب التمسك بالثوابت الفلسطينية، والتأكيد على أن شعبنا مصر على نيل حقوقه وعلى رأسه حق العودة وتكرير المصير على هذه الأرض. المطلوب هو إعادة الوحدة للشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام في غزة والضفة الغربية، ووحدة الشعب والالتفاف نحو القيادة الفلسطينية في محاربة صفقة القرن، ومطالبة الدول العربية بأن يكون لها موقف حازم في هذا الاتجاه. تضيف معاناة المصابين جراء قمع قوات الاحتلال حملا ثقيلا إلى العائلات الفلسطينية. عائلة محمد أبو جزر إحدى العائلات التي أصيب 5 من أبنائها في العام الماضي على حدود غزة أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة، وتعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وتصر في الوقت نفسه على المشاركة في المسيرات حتى تحقيق أهدافها. نتابع. داخل هذا البيت في حي الشابورة بمدينة رفح يسكن 5 أشقاء أصيبوا برصاص الاحتلال على حدود غزة، لكل واحد منهم قصة وحكاية. السلام عليكم، كيف الحال؟ كأنهم عائدون للتو من أرض المعركة، مثخنون بجراحهم، يحدث كل منهم الآخر عما حصل معه. هذا إبراهيم، أب لطفلين، آخر الأشقاء المصابين، يقول إن إصابته لن تمنعه من العودة للمشاركة في المسيرات. كنت بروح، وبعد الإصابة لسه لح ظل أروح، لأنه الغاية يعني
أنه رسالتنا لازم توصل كل المبادرات العربية والدولية والمحلية ما أدت لأي تأثير إيجابي خصوصا على عائلتي أو على البلد بشكل عام. يعني يواصل الإخوة تذكر المزيد مما حدث معهم. رصاصة قناص إسرائيلي شجت رأس فرج، نزف الدم وبقيت الذاكرة. طبعا كانت الإصابة أني قاعد بتحدث أنا وزميل إلي، ما قدمناش بس ماشيين نشوف بس المحيط اللي هو فيه ناس كتير قدامنا، فبنطلع زي هيك أنا مدي ظهري يعني بقوله في منطقة، فتفاجأت أن الطلق جايين من الخلف، وبعد هيك فقدت الواو أغمى علي وما وعيتش حالي غير في المستشفى. حبس والد المصابين الخمسة دموعه مرارا. شظف العيش يقول الرجل، لكن قضية الوطن أكبر. عايشين قديش 18 نفر احنا قاعدين في أربع غرف منهم ثلاثة متجوزين. في الأول كانوا بيطقطقوا هان وهان وهان كويس وبصرفوا يعني بنمشي حالنا، والحين ارتموا في وجهي. طب أنا كمان معاي غضروف لسه بدك تروح على فيه. بالتأكيد بنروح، يعني الروح واستمرارية المشوار اللي احنا بدينا فيه لا يمكن يتوقف إلا بكسر الحصار وتحقيق مطالب هذا الشعب ويعيش بحرية وحياة كريمة أقلت ما فيه، ما يمدش إيده للناس ويقعد يتسول. تنظر هذه العائلة كما عشرات العائلات في غزة إلى تحسين ظروفهم المعيشية. يماطل المحتل ويواصلونهم مسيراتهم. باسل خلف، العربي، قطاع غزة. وينضم إلينا من غزة محمود أبو جزار معيل الأسرة. مساء الخير سيد محمود، يعني يصعب سؤالك فعلا عن هذه المأساة، لكن ماذا تقول اليوم وخاصة أنه يصادف الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية؟ والله في البداية يعني احنا الذكرى 71 لا شك أنها ذكرى أليمة بالنسبة للشعب الفلسطيني، يعني منذ 47 لحتى هذه اللحظة ونحن كشعب فلسطيني كل يوم يمر على الشعب الفلسطيني هو نكبة بحد ذاتها، يعني لأنه هذا الاحتلال احتلال ظالم غاشم غاصب، يعني كل ما تحمل معاني الكلمة من ظلم واضطهاد لهذا الشعب المنكوب. نعم، يقول ابن حضرتك في التقرير طبعا ويشرح عن إصابته، يقول رغم إصابتي سأشارك لأنه لازم نوصل الرسالة. برأيك هل الرسالة فعلا تصل اليوم؟ والله هي الرسالة اتصل، لكن هل هناك آذان صاغية لتلك الرسالة التي يرسلها أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة؟ هنا السؤال. وهل أنت كأب مع إصرار أبنائك على المشاركة والمخاطرة طبعا رغم ما قد يتعرض له من يشارك؟ بالتأكيد طبعا أنا كمان من يشجع للمشاركة في مسيرات العودة، لأنه هذا حق شرعي وطبيعي لكل أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة فيه، لأنه إن لم أشارك أنا وأبنائي وجيراني وأحبتي وأبناء الشعب الفلسطيني كفة لدحر هذا الاحتلال، فمن سيدحر الاحتلال؟ هل نستورد مقاتلين من الخارج؟ نحن نموت. كذا حرب حصلت على غزة، عندما يحاصر العدو نجد الأقارب والدول وبعض الحكومات تجري لاهثة لوقف هذا الحرب عن العدو، وحينما يثخن العدو فينا قتلا وذبحا ودمارا لا أحد مجيب. فلا بد على كل إنسان فلسطيني شريف المشاركة الفعالة دائما وأبدا لرفع هذا الحصار الظالم. هناك أسرى مظلومين مضطهدين
يقتلون، يذبحون، يمنع عنهم الأكل والطعام والشراب، وتغتصب إرادتهم وأراضيهم ومقدساتهم وأطفالهم، ونحن كأمة عربية نتفرج. فلا بد منا احنا كشعب فلسطيني التكاتف والتعاضد والتماسك والوحدة كي نقف سدا منيعا في وجه هذا الاحتلال. نعم سيد محمود، ما الذي يعيق هذه الوحدة برأيك؟ أنا بدي أحكيها وبصراحة، يعني كل يغني على ليلى. نحن شعب نريد الحرية، نريد التماسك، لا نريد المناصب. يعني زي ما قال الأخ في الأغنية تبعته، خذوا المكاسب وخذوا المناصب بس أعطونا وطن، أعطونا حياة، أعطونا كرامة، بدنا نعيش كشعب فلسطيني، بدنا نعيش، بدناش نبقى متسولين ونحن نعيش في أرضنا ووطننا. هذا ما نتمنى. سيد محمود أبو جزر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غزة. والآن موعدنا مع أنا العربي، منصتنا على الإنترنت، ونعرض من إنتاجها قصة عن جيسيكا أندرسون الممرضة البريطانية التي استطاعت تغيير قواعد موسوعة جينيس. والآن ككل أربعاء وقفتنا الأسبوعية مع عالم الاقتصاد وشباك المال مع الزميل محمد المشد، واليوم يحدثنا عن أسواق رمضان التجارية والدرامية. مساء الخير محمد. مساء النور يا ديما، وأود أن أنوه أنه في حلقة قادمة سنتحدث أيضا عن الآثار أو الطرق الأساليب التي تستخدمها إسرائيل للسيطرة على فلسطين اقتصاديا من خلال الاحتلال، ولكن الآن نتحدث عن شهر رمضان، فهو شهر مليء بالمعاني والطقوس الروحانية من شأنها تهذيب الروح وتشجيع الخير والألفة بين الناس، ولكنه أصبح أيضا الموسم التجاري الأهم في العالم الإسلامي. في غالبية هذه الدول يزداد حركة البيع والشراء في الأسواق، كما يلاحظ المتسوق تنوعا في المنتجات والمأكولات الموسمية التي تمتلئ بها الأرفف في المتاجر، فحتى إن كانوا صائمين عن الطعام تظل شهيتهم للتبضع مفتوحة.
ويا ديما إن نظرنا سريعا إلى أعداد الصائمين سنجد أنه في العالم الإسلامي الصائمين في يعني بداية من إندونيسيا حتى تركيا التي يعتقد البعض أن بها نسبة أكبر من ربما عدم التمسك ببعض المناسك نجد أن النسبة مرتفعة فإن قارناها على سبيل المثال بأعياد الميلاد في الدول المسيحية سنجد أن عدد الملتزمين بهذه المناسك كبيرة وبالتالي فالمشاركة الاقتصادية كبيرة فعندما نتحدث عن تأثير رمضان الاقتصادي يعني هو شيء ليس بالنطاق الضيق ولكن شيء واسع النطاق وواسع المشاركة في المجتمع. نعم طب محمد إذا نحكي طبعا عن انتعاش الأسواق في شهر رمضان هل فقط بسبب انتعاش حركة البيع والشراء أم أنه في أسباب أخرى؟ هو يعني طبعا هناك انتعاش في حركة البيع والشراء في الأسواق كلنا يعني يلاحظ ذلك عندما نذهب في أي سوق رمضاني أي سوق يعني هو موسم وإن تحدثنا إلى تاجر سيخبرون أنه موسم واضح جدا أنه من المواسم الهامة تجاريا فالبضائع الجديدة تأتي وهناك شهية مفتوحة كما قلت في الشراء فيعني وجدت بعض الدراسات في هذا الأمر ربطت ليس فقط بحركة البيع والشراء في الأسواق ولكن أيضا بالبورصات فيعني جميع من يتابع البورصات يعلم أن البورصة بشكل عام جدا يعكس ما يجري في الاقتصاد وفي الأسواق المحلية هو شيء يبدأ بالمتاجر الصغيرة حتى الأسواق والبورصات الكبيرة فالبورصات في البلاد الإسلامية خلال مصدر قصدي دراسة في جامعة نيوهامشير وجدت أن أرباح الأسهم في البورصات خلال رمضان تكون حوالي 38% مقابل 4.3% خلال العام وهو يعني اختلاف ليس بالضعيف ويرمز أيضا إلى الاختلاف في نسبة عملية البيع والشراء فهناك تقريبا زيادة 30-40% من نسبة الشراء لكل منزل وزيادة في الاستهلاك المنزلي خلال رمضان بالنسبة لغالبية المنازل على الأقل المتابعة أو المتمسكة بمناسك رمضانية أردت أن أنظر هنا إلى بريطانيا حيث يوجد 2 مليون مسلم فقط وتأثير رمضان على الأسواق البريطانية العام الماضي خرجت بعض الدراسات تشير إلى أن رمضان هي ثالث أهم موسم تسويقي في بريطانيا بعد أعياد الميلاد وعيد الفصح ومن خلال خاصة من خلال الأسواق التي تبيع المأكولات والمتاجر السوبر ماركت كما يسموه رمضان فقط يضخ تقريبا 100 مليون أو 180 مليون دولار في الأسواق البريطانية ما يجعله من أهم المواسم ولذلك يعني إن القائمون في بريطانيا يجدون أنه خلال موسم رمضان أصبحت المتاجر الكبيرة تخصص يعني أرفف كاملة لرمضان ومنتجات بالضبط منتجات رمضان. نعم. طب فيها أي تأثير يعني على الاقتصاد لهذا الانتعاش المؤقت ربما؟ من يبحث عن الآثار الاقتصادية في رمضان سيجد حتما بعض الآثار السلبية أو من يعتقدون أن هناك آثار سلبية خاصة من تضخم الأسعار. بالطبع تضخم الأسعار شيء سلبي خاصة في المناخ الاقتصادي القائم انخفاض في إنتاجية الموظفين من 25-35% الدول الإسلامية خاصة في الخليج وجدوا أن انخفاض عدد الساعات طبعا هذا يؤثر بشكل مباشر انخفاض عدد الساعات وانخفاض الإنتاجية ولكن أيضا إنتاجية الموظف الصائم يقولون أنه أقل في المتوسط ما بين 25-35% ولكن هناك كلام عن أنه ربما هذه الإحصاءات يعني لا ترمز إلى غالبية المسلمين ويعني أنه انطباعات أكثر مما هي أرقام حقيقية إهدار الطعام أمر هام جدا خاصة في رمضان يعني هو من المفترض أنه شهر يعني يحث الناس على الخير ولكن
أيضا من الأعمال الخيرية وهو يعني الاجتماعات العائلية والإفطار الجماعي يعني ينتج عنه شيء قد يكون سلبي وهو إهدار الطعام. دول الشرق الأوسط من أكثر الدول إهدارا للطعام في العالم. دراسة من جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية وجدت أن دول الشرق الأوسط تضيع تقريبا أكثر من مليار طن من المواد الغذائية سنويا. هذا إذا جعلناه متوسط مع بين المواطنين في العالم الإسلامي سنجد أن المواطن الواحد في العالم العربي أعتقد يضيع أكثر تقريبا 100 كيلوغرام من المواد الغذائية سنويا. والعديد من أو غالبية ليس غالبية ولكن هذا المتوسط يرتفع كثيرا في رمضان. فهذا نشجع الناس من خلاله على عدم إهدار الطعام. صحيح للأسف يعني هذا الرقم خيالي يعني. طب الانتعاش التلفزيوني خلينا نقول عن نحكي عن الدراما ويوميا عندنا شباك الدراما في شبابيك, فشو حل بالانتعاش التلفزيوني؟ طبعا يعني هو رمضان هو موسم فني بامتياز, وبالنسبه للمسلسلات والعروض الرمضانيه هي الهم والانجح بلا منازع, وبالتالي تتضخم هذه الاعمال من خلال التكاليف الانتاج وينتعش سوق التلفزيون والاعلانات بشكل عام. هذا العام الامر اختلف بعض الشيء مع غياب العديد من النجوم, أمر قد يرجع إلى احتكار شركة إنتاج واحدة للإنتاج والتوزيع في مصر خاصة. ولكن نلقي نظرة على سوق الدراما الرمضانية خلال الأعوام الماضية, حتى من خلالها نستطيع أن يعني نرصد كيف تضخم هذا السوق وكيف تغير أيضا يا ديما في الأعوام الماضية. يعني ننظر إلى السوق الرمضاني أنه سوق تجاري كما رأينا, ولكن من خلال التلفزيون هو بالنسبة للبعض هو الموسم الوحيد تلفزيونيا في الأعوام الأخيرة, فقررنا أن نلقي هذه النظرة عليه. فماذا عن الأعوام الأخيرة؟ سؤال في محل. يعني حجم الإنفاق على مسلسلات رمضان في مصر هناك نمط غريب بعض الشيء. وجدت أنه منذ عام 2016 حتى عام 2018 حجم الإنفاق على مسلسلات رمضان تقلص بشكل كبير منذ عام 2016 تقريبا إلى النصف من خلال هذه الأعوام الثلاثة. قد يرجع ذلك إلى تغير العملة وتعويم العملة الجنيه المصري وتضخم الأسعار. ويعني في الاقتصاد نحاول يعني كنت لا أريد أن يكون هذا يعني فقرة اليوم فنيا بزيادة, ولكن يجب أن نربط الأمور ببعض. يعني هذا الانخفاض يعكس أيضا انخفاض المتوسط الدخل وانخفاض مستوى المعيشة بشكل عام. فعندما يعني تتقلص وتنخفض حركة الأسواق ورغبة المشتري في التسوق تنخفض الإعلانات, وهذا يؤثر على حجم الإنفاق على المسلسلات. ولكنه أيضا يعني يظل رقم كبير, مئة وأقصد تقريبا ملياري جنيه مصري, 100 مليون دولار حجم السوق في عام 2018. نعم محمد, أين تذهب كل هذه التكاليف الإنتاجية الضخمة؟ هذه التكاليف بشكل عام, وكانت هذه من أهم النقاط الجدلية, يذهب إلى النجوم هذه المسلسلات. فعام 2018 كان أكبر مسلسل من خلال التكلفة, عام 2018 كان مسلسل عوالم خفية, تكلفة إنتاج المسلسل كان 85 مليون جنيه مصري تقريبا 5 مليون دولار. أجر عادل إمام بطل المسلسل كان وحده تقريبا نصف قيمة التكلفة العامة. أبو عمر المصري ثاني أكبر مسلسل العام الماضي, تكلفة الإنتاج 75 مليون جنيه تقريبا 4 مليون دولار. أجر البطل أحمد عز كان 20 مليون جنيه تقريبا ربع قيمة الإنتاج يعني. وثالث مسلسل العام الماضي كان نصر الصعيد لمحمد رمضان, وقيمة أجر محمد رمضان كان تقريبا ثلث قيمة الإنتاج الكاملة. فأجر يعني أبطال هذه المسلسلات أجر على الله يعني, ولكن يقال أن هذا العام الأمر تغير يعني. محمد المشهد شكرا جزيلا لك ونلتقي الأسبوع المقبل.
تختتم حلقتنا كالعادة والشباك السعيد يأتينا من السلفادور، حيث تجمع أكثر من 100 كلب من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية للمنافسة في عرض للكلاب في السلفادور استعدادا لبطولة أمريكا اللاتينية والكاريبي القادمة لبطولة منظمة الكلاب العالمية FCI. نترككم مع هذه المنافسة الشرسة ونلتقي غدا في السادسة بتوقيت القدس، الثالثة بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.